السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فإن الله تعالى أنزل هذا القرآن العظيم لتدبري والعمل به، فقال سبحانه: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وعملا بهذه الآية الكريمة لنستمع إلى هذه الصورة العظيمة التي احتوت على العظات والعبر، صورة الكوثر. روى الإمام مسلم في صحيح من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أغفى إغفاءة يسيرة ثم استيقظ وهو يبتسم، فإما قال لهم وإما قالوا له: لما ضحكت يا رسول الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أنزلت علي صورة آنفا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتدرون ما الكوثر؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا نهر أعطاني ربي عز وجل في الجنة، فيه خير كثير، عدد آنيته كعدد الكواكب، يختلج العبد منهم فأقول إنه من أمتي، فيقال لي: إنك لا تدري ما أحدث بعدك. قوله تعالى: إن أعطيناك الكوثر، الكوثر في اللغة العربية هو الخير الكثير، وقد أعطى الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم الخير الكثير في الدنيا والآخرة. روى البخاري في صحيحه من حديث ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: الكوثر الخير الكثير. قال أبو بشر: قلت لسعيد راوي الحديث أن ناسا يزعمون أن الكوثر نهر في الجنة، قال: النهر الذي في الجنة من الخير الكثير الذي أعطاه الله إياه. روى البخاري في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت: ما هذا يا جبريل؟ قال: هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه شك الراوي مسك أذفر. وروى الإمام أحمد المسندي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن الكوثر: حافتاه من ذهب. الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت، ماؤه أشد بياضا من الثلج، وأطيب من المسك، وأحلى من العسل. فإن قال قائل: هل الكوثر هو نفسه الحوض؟ الجواب أن الحوض غير الكوثر، فالكوثر نهر في الجنة يصب في حوض النبي صلى الله عليه وسلم الذي يشرب منه المؤمنون يوم القيامة. والدليل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما ذكر الكوثر قال: يشخب فيه ميزابان يمدانه من الجنة، أحدهما من ذهب والآخر من فضة. قال ابن حجر: الكوثر نهر في الجنة يصب ماؤه في حوض النبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي كما أعطيناك يا نبي الله هذا الخير الكثير ومنه النهر الذي في الجنة، فصل لربك الصلوات الفرائض والنوافل، وانحر الهدي من البقر أو الغنم أو الإبل، وأخلص في عبادتك لله تعالى. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قال ابن جرير بعدما ذكر الأقوال في قوله تعالى: فصل لربك وانحر، أي أخلص عبادتك لله جل وعلا وأفرده بالعبادة، وانحر الهدي لوجه الله تعالى وليس للأوثان. قال بعض أهل العلم:
خص هاتين العبادتين النحر والصلاة لأنهما من أفضل العبادات. فالصلاة فيها خضوع لله جل وعلا، خضوع القلب وخضوع الجوارح لله تبارك وتعالى، والنحر فيه بذل للمال الذي جبلت النفوس على حبه والشح به. قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، أي مبغضك ومبغض ما جئت به من الهدى والنور الساطع هو الأبتر. والأبتر هو المنقطع ذكره، الأبتر بالنسبة للدواب الذي لا ذيل له، وبالنسبة للآدميين الذي لا ولد له. والأبتر المنقطع ذكره من خير الدنيا والآخرة. كانوا في الجاهلية إذا مات أولاد الرجل وبقي عنده البنات يقولون رجل أبتر. لما توفي ابن النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله في مكة، قالت قريش: بتر محمد فليس له ولد. وكان مع أحد المشركين والنبي عليه الصلاة والسلام يتحدث معه، فقيل للعاص: مع ما كنت تتحدث؟ فقال: مع محمد الأبتر. والمقصود أن قريش كانوا إذا مات أولاد الرجل وبقي عنده البنات يقولون أبتر. ولما توفي أولاد النبي صلى الله عليه وسلم، القاسم في مكة وابنه إبراهيم في المدينة، قالوا: بتر محمد فليس له ولد. قال ابن كثير: وهذا من جهلهم وافترائهم على الله، فظنوا أن النبي عليه الصلاة والسلام عندما مات أولاده أنه انقطع ذكره، والله جل وعلا رفع ذكره في الدنيا والآخرة. قال مجاهد: لا أذكر إلا ذكرت معي. فيقول القائل: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. وقال قتادة: رفع الله جل وعلا ذكره، فما من خطيب ولا متشهد ولا مصلي إلا وهو يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله. اللهم اجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وقائدنا ودليلنا إلى جناتك جنات النعيم. اللهم إنا نسألك تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا، كما نسألك أن ترزقنا العمل به والوقوف عند حلاله وحرامه. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد.